أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهذا سائل يسأل فيقول: أديت العمرة وطفت 5 أشواط وسعيت وحلقت، ولكني شككت في عدد الأشواط، هل 7 أو 5؟ إن كان الشك حصل عندك وفي حالة الطواف فلا بد أن تكمل، ولا بد أن تبني على اليقين. إذا شككت هل هي 6 أو 7 اجعلها 6، شككت هل هي 5 ولا 6 اجعلها 5، ابن على اليقين وهو الأقل. هذا إذا حصل الشك في نفس العبادة في أثناء العبادة. أما إذا كان الشك ما حصل إلا بعد ما فرغت من العمرة فلا تأثير له ولا تلتفت إليه. الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. نعم.